على حاجة حصلت معايا انا شخصيا. احد العمال اللي عندي قفشوه في لجنة ودوه قسم. بعد يومين ثلاثة قلت اروح اخرج الولد. رحت له القسم. لقيتهم شايلينه من على الارض شيل وعاملين له تورته وبيحتفلوا بعيد ميلاده. وكل القسم عمال يغني هابي بيرثدي تو يو. انتوا بتقولوا ايه يا جماعة؟ لا 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 لا. نيجي بالي الاعلام. الناس بتهاجم التلفزيون دلوقتي. يا اخوانا في طفرة كبيرة حصلت في الاعلام المصري وفي التلفزيون. الخبر دلوقتي بينزل قبل ما بيحصل باربع ايام. اشاعات مالية البلد عن انفلونزا الطيور. دي اشاعات مغرضة. انا جايب لحضراتكم نموذج لفرخة شمردي زي الفل. من مزارعنا الوطنية عشان ما حدش يتكلم. فرخة هي بس مجهدة شوية. لما الفرخة قدام حضراتكم اهي زي الفل. الوزير والله هو كله قطر هيولع يقعدوا يعملوا لك دوشه. ما تخصخصوا وتريحوا نفسكم. انا عندي مشروع هايل يريحكم البلاوي دي كلها. سكك حديد مرجان. انا هدفع للدوله مبلغ محترم واشتري السكه الحديد وتسيبونا بقى احنا والقطارات نخبط في بعض. عظيم. احنا بندرس ده فعلا فعلا. اه شكرا يا مرجان بيه. شكرا يا فندم. على السلامه.